حجاج الأردن بيموت في السعودية، ودي كارثة كبيرة بتعيشها الأردن بعد ما أعلنت النهاردة عن عدد الوفيات، واللي وصل لست حجاج وكلهم ماتوا بسبب ضربات الشمس. وهنا قررت وزارة الخارجية في الأردن إنها تطلع ببيان تعزي فيه الشعب الأردني كله، لكن المفاجأة الأكبر والصدمة في نفس الوقت إن في 17 واحد من حجاج الأردن مفقودين أصلاً، وما فيش حد يعرف أي حاجة عن مكانهم. وهنا قررت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتدخل وتسأل بشكل مباشر السلطات في السعودية عن الحجاج وإزاي يختفوا، وإن دي ممكن تكون جريمة. والأغرب من كده إن الشرطة في السعودية ما قدرتش توصل لأي دليل على مكان الأردنيين، ومع اختفائهم زاد عدد وفيات الحجاج في كل الدول العربية، وأولهم مصر اللي مات منها 9، والمغرب وتونس مات منهم 10، وأغلب الوفيات سببها الشمس. وده عكس اللي قالت السعودية، الناس استعدت لارتفاع درجات الحرارة وعملت أسفلت مطاطي وتاكسي طاير. وهنا السؤال، هل انتم شايفين السعودية تتحمل مسؤولية الحجاج اللي ماتت، ولا ده مجرد قضاء وقدر؟ السؤال ده ليكم، ومستنيين ردكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر في مباشر من مصر.